أيام وساعات قليلة بتفصلنا عن نهاية سنة، سنة حصلت فيها حاجات كتيرة جدا 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 على كل الأصعدة، سواء كانت رياضة، فن، سوشيال ميديا أو ترندز كتيرة قوي، كان منها الإيجابي وكان منها الغريب وكان منها طبعا العجيب، وطبعا كان في إنجازات كتير حققناها على أرض مصر سواء باستضافة بطولات أو أحداث أو مؤتمرات مهمة. حاولنا النهاردة كده إن احنا نخلي حلقتنا إن احنا نجمع لكم أكبر قدر ممكن من حصاد السنة والحاجات اللي حصلت علشان نتكلم فيها معاكم ونفتكر مع بعض أبرز الحاجات اللي حصلت في 2022.